بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا ينتهي.
عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا يا ربي
الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. الفاتحة.